تأهل منتخب مصر الأول إلى المرحلة النهائية والحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 إثر تعادله إيجابيا أمام نظيره الأنغولي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بالعاصمة الأنغولية لواندا. وتأخر منتخب مصر بهدفين قبل أن ينجح نجم أرسنال الإنجليزي محمد النني في تسجيل هدف تقليص الفارق مع نهاية الشوط الأول، ثم صاروخ أطلقه أكرم توفيق مطلع الشوط الثاني ارتطم بأقدام أحد مدافعي المنافس وسكن الشباك وأعلن عن تعادل ثمين لأحفاد الفراعنة. وظهر المنتخب المصري بأداء مميز خلال شوط المباراة الثاني بعكس الأول الذي عاب خلاله صفوف الفراعنة البطء الشديد وابتعاد الخطوط عن بعضها البعض، ورفع المنتخب المصري رصيده من النقاط للرقم 11 وقطع رسميا بطاقة الترشح للمرحلة الأخيرة والحاسمة من عمر التصفيات المونديالية. ويستضيف منتخب مصر الثلاثاء المقبل نظيره الجابوني في لقاء الجولة الأخيرة والختامية للمرحلة الثانية من عمر التصفيات.